آخر أخبار فيروس كورونا، أكدت السلطات الصحية البريطانية تسجيل أول حالتي إصابة بهذا الفيروس المميت والذي بدأ انتشاره في الصين. كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل الآن حالة طوارئ عامة تثير قلقا دوليا، وذلك بالتزامن مع ارتفاع حصيلة وفيات هذا الفيروس في الصين إلى 212. إنني أعلن حالة طوارئ صحية عمومية تثير قلقا دوليا من تفشي فيروس كورونا الجديد على مستوى العالم. بهذه الكلمات أدخل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية العالم في حالة طوارئ. عبارة حال طوارئ صحية ذات بعد دولي استخدمتها المنظمة سابقا لحالات نادرة من الأوبئة التي تتطلب ردا عالميا قويا كإنفلونزا الخنازير وحمى إيبولا، وأما المسبب فهو فيروس كورونا الذي ظهر في الصين وفتك بعشرات الأشخاص وأصاب آلاف آخرين. هذا التطور في موقف المنظمة جاء بعد أن غزا الفيروس ما لا يقل عن 18 دولة سجلت فيها ما لا يقل عن 80 إصابة. المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسيوس اعتبر أن الفيروس لا يشكل تحديا للصين. السبب الرئيسي لهذا الإعلان ليس بسبب ما يحدث في الصين، ولكن بسبب ما يحدث في بلدان أخرى. إن مصدر قلقنا الأكبر هو الإمكانات المحتملة لانتشار الفيروس في البلدان التي لديها نظم صحية أضعف وغير مستعدة للتعامل معه. إلا أن المنظمة وبرغم هذه التطورات لم توصي بالحد من الرحلات وعمليات التبادل التجاري وحركة الأفراد، معارضة فرض أي قيود على الرحلات إلى الصين. فيروس لم يصب البشر فقط، وإنما أصاب الاقتصاد العالمي بالحمى. شركات طيران عالمية أوقفت رحلاتها إلى الصين. شركة إيكيا السويدية للمعدات المنزلية أغلقت كافة متاجرها في الصين. رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم بويل أعلن أن الوباء الحالي يمثل مشكلة خطيرة جدا، وأنه يلقي بظلال من عدم اليقين على مجمل آفاق الاقتصاد العالمي. فيروس كورونا يشكل اليوم أكبر تحد للتنين الصيني الذي إن واصل العطاس فقد يصيب العالم كله بالحمى.